السلام عليكم. كما وعدتكم غنمشي للدار ندير لكم المسافة النحلية. دابا هالمسافة النحلية باش ما نكونوش غالطين، خص هنا يبقى سنتيم هنا، لأن إلا ما بقاش هاد السنتيم القدر يقدر يطلع هكا، منين غنسدو الغطاية النحل ما عندوش منين غيدخل غنقتلوه. هادي من جهة. دابا هادي هنا هي راه كاين المسافة النحلية، هانتوما كتشوفوها هنا لتحت، ها هي المسافة النحلية، اليد كيدخل ها هو اليد داخل، ولكن هانتوما بحال هاد الكادر هذا مزيان، ولكن كتلقى بهاد الكوادر بحال هذا، لا حتى هذا مزيان، كتلقى بهاد الكوادر ربما هنا ما كاينش، ربما هنا ما كاينش داك النوع ديال الكادر، كيكون الكادر كيعوج من التحت بحال كيتجبد شويه، لكن المسافه النحليه كاينه كثار قل من سنتيم يقدر يقيس لنا لتحت يقتلنا النحل، يعني هنا خص يبقى سنتيم. الاخوان اللي كتبقاو تهضروا على 25 سنتيم على 24 سنتيم على 13 سنتيم، شوف بالنسبه لكن الصندوق بحال هذا، ها هو هذا النوع هذا، ربما هذا راه كاين كيخدموا فيه غا في الغرب، اللي كاينه في تحت الساروح كاينه في الصندوق. هنا الخشبه خصها تكون فيها 25 سنتيم، ها هي، علاش؟ لان الكادر كتكون فيه 24 سنتيم والصندوق كتكون فيه 25 سنتيم، راه باقي لنا سنتيم ديال المسافه النحليه. ولكن الا كان الصندوق بحال هذا اللي كيخدموا به جميع الاخوان في بني ملال وفي المناطق الاخرى، هذا ها هو، هذا راه عنده قاع ديال البلاستيك. هنا الخشبه الى ها هي المسافه النحليه، هذا فين كاينه؟ كاينه في القاع، ها هو سنتيم ديال المسافه النحليه فين كاين؟ في القاع، يعني لاوس خصنا تكون فيه غير 24 سنتيم. ها المسافه النحليه فين عندنا هنا؟ يعني الانسان اللي غيدير هذا النوع ديال القاع، يعني ديال لي تراب، هذا راه ماشي ديال لي تراب، راه عادي، يعني اللي غيدير لي تراب ديال البولان ولا غيدير القاع ديال الخشب بحال هكا، لاهوس يدير فيه 24 سنتيم، لان المسافه النحليه ها هي فين كتكون؟ كتكون في القاع. ولكن اللي غيدير هذا النوع هذا خصو يدير 25 سنتيم.